في كل جانب ونرقى في المعالي. حلقاتنا هذا اليوم يا اخوي ايش فيك؟ خلاص اتكلم قول اللي عندك قول ايش فيك. لا من جد الحين انت انا ما تستبعد انك تروح ابراهيم حتى انا والله. شوف انا ما اظن انا ما اظن اني راح اطلع ابراهيم الا ان شاء الله. ما ادري ليش شيخ حس ليش ليش قلبي مرتاح هذا قلبه تلايع ما قاعد هي كان نفسي. يقول كان يقول كم اللي صوتوا له كم تتوقع؟ لا ترى ما صوت يمكن 500 10 النص قول الكلام زين اقل شيء يقول لا قلت قلت اجل عنده اجل عنده اول شيء قلت الاقل 200 اقل شيء عنده جروب واتساب اقل شيء 200 ان شاء الله عنده جروب واتساب نعم لان في 1000 واحد نعم مو قصة واتساب ولا شيء لا لان اتكلم دافع فلوس للناس انا انا قلبي حبيب يعني الناس كلها تحبني انا اتكلم عن الاشكاليه الاشكاليه ايش ان شوف ايش قال هذا لا لا اتكلم الاشكاليه اقول ايش ان لما طلعنا على المسرح وقالوا اعلى درجات فلان 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 خلاص فرحنا وجلسنا ايوه اللي فاهم الجمهور حبيب. انا احس زي كذا اللي فاهم الجمهور ان التصويت بس بين ابو مالك و شو اسمه عبد الرحمن وويس عبد الله والله انا حقيقه انا عن نفسي ما اول ما قالوا دخلت يعني الاقل درجه حقيقه اجتهدت والتوفيق من الله حتى ما كنت اجتهد فيش معلش اجتهد في النشر الحاجات هذه كلمت عيال الحاره حقين المسجد كل الناس كلمته ما بقيت احد ما شاء الله حقين يوم الجمعه عندنا فول في الصباح ناكله كل الناس ما الجمعه كلها كل ابو لا والله انا انا سلمت واحد من اخواني بس اعلنت في جروب العائله ما شاء الله ما شاء الله تبارك يعني اجتهدوا فما استبعد إيه انك عندك عائله تهايط علينا انت حتى انا اقول لك ما استبعد انه انا وانت نطلع ابراهيم والله ما تدري يمكن والله عبد الله اعتقد انك لا لا البعيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الامور طيبه ان شاء الله ان شاء الله بعيد عنكم اظن يعني والله اعلم لا 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 اظن اني ما راح اطلع انا والله فرض حتى لو دخلنا ما ادري زي امس مرتاح ثم اجي ابراهيم مشكله امس اقول 55 هذا قدر العظماء يا شيخ هذا قدر الله قدر العظماء والله من جيبك هذه المعلومة جديدة هذه والله من جيبك يلا الله يكتب لي في خير اي والله واي واحد نواجهه عاد الامور طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يلا حيهم الله وبركاته الله